عبرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن حزنها على سفر زوجها الموديل أمين، وبدت متأثرة لفقدانه طيلة الفترة التي غاب عنها فيها. وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو على سناب شات تقول: راح أبكي بجد، وظلت تغازله حتى توقفت لوقف دموعها، وقالت: الحمد لله أهلي موجودين ويزوروني، حتى أهله أيضا يسألون عنهم، لكن وجوده في المكان معها شيء مختلف حسة، وتواجده إن شاء الله يا رب ما أفقده إلا بالخير. كما نشرت خلود صورة من هاتفها وهي تتصل على زوجها أمين في غربته، وعلقت عليها قائلة: لازم أعرف هو مستأنس من غيري أم لا. والدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت، وتتعدد نشاطاتها في دول الخليج، وتعيش حياة مستقرة مع زوجها. وكانت الدكتورة خلود حصلت على المركز الأول عربيا بين مشهورات الوطن العربي، حيث تخطى متابع الفاشينيستا 9 ملايين.